السلام عليكم. درسنا اليوم قواعد السادس إعدادي الوحدة الثالثة الجزء الأول. راح ناخذ الوحدة الثالثة الجزء الأول بشكل مراجعة سريعة. والوحدة الثالثة وحدة قواعد، وحدة مهمة جدا، بها قواعد ودائما تجي من عندها الأسئلة، فأرجو الانتباه إليها. الموضوع الأول Definition of Jobs Careers، تعريف المهن. تعريف المهن يعني يعطيك شنو المحامي، شنو المهن. طبعا أكو تمرين مهم صفحة 49 في كتاب النشاط، صفحة 50 مهم جدا على هذا الموضوع. عندنا قاعدتين، القاعدة الأولى تقول A أو an والاسم المراد تعريفه اللي راح ينطيك إياه، يعني يعطيك an. طبعا an تستخدم مع حروف العلة، و A هي حروف الصحيحة، طبعا الصواتع بس احنا نقولها حروف. يأتي وراها is someone أو is a person who، حفظوا is someone نفس الشيء، is someone أو is a person هو نفس الشيء. الاسم المراد تعريفه مسبوق بـ A و on، is someone أو is a person هو، وراها فعل يحتوي على is. إذا مطيكم ما بين القواس is بعد ما يحتاج تخلون is، ما مطيكم تخلون is، ولا تنسوا حالات الـ is ch s h x o ضيفوا لها es، y مسبوقة بحرف صحيح تقلب إلى i e s مع التقليل. نبي على هذه الحالة يجيك السؤال مبدوء بكلمة divine، جاي من definitions divine an architect، عرف المهندس المعماري، مطيك يا design buildings، design buildings يسمي البنات. وراء an هو هذا الاسم، ناخذ an architect ونخليه capital letter. is someone who، هاي ثابتة بعده، او is a person who thought، design ضفنا لها s وكمل Define a plumber، عرف السباك. Fixes and installs pipes of water، إذا لقيتوا فعليا بناتهم آند اثنينهم لازم إس، لأن هن اثنين واحد يتبع الثاني. إذا لقيتوا آند فعليا فعل وآند ورا فعل، إذا خلوا شنو اثنينهم إس. جبنا A plumber is a person who، نفس الشيء، أو تقول السمار. Fixes one. ممكن سنة من السنين جابوا وزارة define a nurse، عرف ما أعطى الوظيفة، الوظيفة من عنده، راح تصير a nurse من عندك. is someone who ثابتة looks after، هاي انت تجيبها، يعتني بالناس المرضى. انت زين راح تقول شلون صارت، اقول لك احفظ صفحة 49 ان الوظائف كلها هن يجيبون من عندهم، صفحة 49. نجي الى ودو، ممكن يجي هيك السؤال، ودو يقول ماذا تسمي الشخص هو كوكس فود اللي يطبخ الطعام. هسه هو مطيك الوظيفه وش يريد؟ يريد اسم الشيف، الاسم. يعني ممكن يقول لك ودو يقول a person who design buildings، تقول له an architect. اوكي، يعني ممكن ودو. What is a journalist، يجي مره هيك سؤال. What، ماكو دفاين. What is، ما هو الصحفي كاتب ومطيك الوظيفة، شو تقول له؟ A journalist is someone who writes article for newspaper or magazine. يعني ممكن، وممكن يجي هيك السؤال an engineer an architect is someone، يعني يريد اختيارات وزاري. هذا جاي السؤال who design and builds machine engines، شخص يصمم البنايات والمكان. ما معقول المهندس المعماري، an engineer المهندس العادي، لأن ذاك يصمم بنايات فقط. هذا هم مهم السؤال. اكو طريقة ثانية، لا، في حالة وجود الفعل رئيسا وجود اسم او صيغة ing، بين الاقواس نعطيكم اسم وليس فعل، او راح نستخدم صيغة ing اسم، يعني ما نعطينا فعل. هسه راح نشوف نفسه، اسم المراد تعريفه is someone is a person هو، بس راح نخلي is responsible for، مسؤول عن. is responsible for وراها التكملة بين الاقواس، والتكملة تكون بال ing في اغلب الاحيان، او الاسم في الاي ان جي او الاسم. خلينا نشوف ديفاين الايف ذا سيفت، لاحظوا اسم اصلا حتى مبين من ذا. شو نقول الايف ذا؟ احسن قاعده از سم وان هو، راح نجيبها از ريسبونسبل فور، مسؤول عن ذا سيفت اوف سم وان، خفر ال 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 اللايف جارد اللي هو الحارس، يعني اللي مسؤول عن السباحين او امانهم، سيف سلامه السباح، فور ذا سيفتي اوف سوم. نجي سؤال ثاني،
define a making manager عرف مدير البيع. شوفوا معطيكم ing ما طول معطيكم ing تستخدمون responsible. صير a making manager is a person who هاي ثابتة is responsible for advancing and selling products. يعني okay. بما معناه يبدأ السؤال كلمة define يجي مراجع حالات s يجي مراجع حالات ing لازم تراجع حالات ing هم تعرفها. إذن ممكن شلون احنا قلنا حالات ing ممكن هيش سؤال يعني يجيكم ممكن انا هاي الصيغة هنا هيش اجيب لكم اياها يعني مثل او يجيب لكم بالعفو بوزاري احنا يقول لك define على البلامر ويكتب لك fix فقط and install ويكتب لك responsible يريدها بصيغة responsible فراح شو تقول a plumber is a person or someone who is responsible for وتحول هاي لل ing وتحول هاي لل ing ممكن يطالبك بيها يعني ممكن يطالبك بيها لاحظوا هذا السؤال شوفوا هذا السؤال صفحة 49 مهم جدا مطيكم الوظائف ومطيكم الوظيفة ومطيكم الواجب مالتي architect cameraman engineer flight attendant المضيف بالطائرة journalist صحفي lawyer lifeguard pilot plumber surgeon اللي هو الجراح secretary اللي هو tour guide مرشد السياحي وهكذا مطيكم الوظائف كلها مقابلهن مطيكم الوظائف مقابلهن ومن هذا دائما السؤال وهي حلول النقطة الأولى إي النقطة الثانية حالها جي ثالثة سي اتش و ال اف جي اي بي اي دي كي يعني هذا التمارين المهمة هو صفحة 50 على هذا الموضوع ناخذ الموضوع الثاني اليوم ايضا الندم تندم على شيء انت سويته ريجرتس وهذا دائما يجي عندنا اي وش اوف اونلي اي وش اوف اونلي اثنين هي نفس الاستخدام ماكو فرق بس اف اون شويه اقوى يا ليت اقوى من اي وش بس وانما اثنين شرط واحد اذا قال لك سترونج ريجرت تستخدم اف اون يعني وممكن تستخدم عادي قاعده تقول اف اي وش وراها فاعل وراها هذا وهذا انت وراها تصريف ثالث حفظوه عادي فاعل هذا اذا انطاك يو يفضل تحولها الى اي اذا انطاك يو يفضل تحولها الى اي خلينا نشوف الخطوات نستخدم هاد مع الجمل المنفيه يعني اذا لقيت جمله منفيه هسه بالعكس استخدم هاد مو مثل الشد وشنو لقيت جمله مثبته استخدم هاد انت كلمه unfortunately تحذف راح تلقاها unfortunately راح تحذف كذلك تحذف الكلمات الثانيه التي تحتوي على and now that's why اذا لقيت الجمله الثانيه لقيت بها now and that's why هم طير هنا احذفها الجمله التي تحتوي هاي مهمه جدا الجمله تحتوي على forget to cite مدفوعه ب to راح تلقى decide to forget to نحذف ذني الفعلين ونشتغل على الفعل اللي وراه لاحظ I forget to write I forget to write هذا الفعل نحذفه واشتغلنا على الفعل الثاني اشتغلنا على الفعل الثاني forget تعتبر منفية لذلك ناخذ جملة بالإثبات هسه اللي يشوفها يقول هاي جملة مثبتة لازم حسب قاعدة تكسر تاخذ هذا لا راح اطير forget to واستخدم على الرايت اشتغل على الرايت تصير هاد رتن ليش لانه forget دليل على النفي اما اذا جاء بدون تو فطبق نفس القاعدة شوف I forget there هنا ماكو تو فراح شغلنا يصير على forget ما لنا علاقة هسه تعتبر جملة طبيعية فراح اخذناها بالنفي اخذناها بالنفي واضح يعني اذا لقيت forget decide انت تشتغل على الفعل الثاني تحذف forget وتشتغل على الفعل الثاني ويا forget فقط يعتبر نفي لذلك تاخذه مثبت اما اذا ماكو تو لا طبق على نفس القاعدة اكو تحويلات مهمة اذا لقيت some غيرها لو ذيس لو ذوس لو ذيس لو ذوس some shoes these shoes those shoes لقيت a lot أو two غيرها so much الأولى جدا مهمة تصير غلط الثانية بها بابو جواب يعني ممكن يعبرك كذلك yours سير باي كذلك yours خلينا نحل
I didn't wake up early. I missed my bus. Only. If only. جملة منفية. استخدمنا فاعل I. استخدمنا هات. Wake up سويناها walking up. سوينا تصريف ثالث. يعني كمل. الجملة الثانية بعد ما لها علاقة بها. نجي الثانية. I bought some shares last week. I have decided I don't like. هاي ما لها علاقة بها. أجي. I wish. ثابتة. جملة مثبتة. حطيت. نفي هادنت تصريف ثالث مال بوت هو نفسه اي فعل في الاغلب من تي بتي هو تصريف ثالث اصلا نفسه هو ماضي هو تصريف ثالث مثل سنت 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 وهكذا باي بوت بوت سم شو يصير ذيس او ذوس كيفك انت وتكمل جملات لحظه unfortunately الطير if only خليناها اي شعدنا مثبته عندنا مثبته شنو راح يصير؟ يصير منفية. hadn't forgotten her address. واحد حكي صار تو مو قلت لا أنا ما كنت حتى أطبق عليها القاعدة. ما كنت حتى أطبق عليها القاعدة. نجي لنا. You left your camera at Tom House. Regret. If only. خلينا if only. You يفضل تحول إلى I. مثبتة صارت hadn't left التصريف الثالث. Your camera. Your تصير my camera. أنا قاعد أحكي أنا حولت. بس إذا ما حولت تبقى your. إذا ما حولت تبقى يو بس يفضل تحويلها لأن قاعد أحكي عن نفسي. I drank a lot of coffee. Now I من now هاي طير حسب القاعدة مالتني أشتغل على هاي. If only تنزل I مثبت نفي التصريف الثالث ماله أي يصير يو drank drink drank drank a lot of شنو قلنا إحنا so much coffee وتيجي تبقيها عادي يعني بس الأفضل تبدلها نجي. You are at the park with your friends. أنت متنزه ويا أصدقائك. You would like ترغب أن تشتري بعض الصور. العفو تأخذ بعض الصور. But you have تبولي ورا but you have forgotten to bring. شوف نسيت أن تجيب كاميرتك. To bring لاحظوا راح أشتغل على bring. شو يصير؟ وهنا قايل لك strong. يعني اشتغل على من؟ اشتغل على بالضبط اشتغل على الأقوى ف if only if only you شو تصير I قلنا forget to الطير ونعتبرها نفي فهاي شنو تصير مثبتة فصارت had bring شو تصير brought اكو حرف ثاني ممكن يمشونه إذا اشتغلت على forgotten forgotten تعتبرها مثبتة تأخذ نفي يعني طبيعية شلون حالتك تصير if I hadn't خذينها طبيعية forgetting to طبعا ما بيها إشكال بس بعض المصححين يعتبرون خطأ لأنه هو الشغل على الثانية فيفضل أن وإلا إذا طبقت على الأولى تطبيق عادي طبيعي ولذلك المدارس يمشونها صحيح ما بيها إشكال أعطيكم مثال أقول لكم يفضل استخدام if only إذا طلب شوفوا إذا قال strong يفضل استخدام if only you have eaten too much chocolate and now you feel sick هاي الطير منها أشتغل I wish you sir I eating هي تصريف ثالث نفسه مثبت تصير hadn't eaten too much so so much again you were late for school today and got and لاحظ منا شوف هاي الجملة you were late for school and got into serious trouble هنا تعطي سبب ممكن تجي هاي الجملة قلت عندها لها حلين هاي اقدر اقول if only وهنا يصير I had got up هاي جبتها يا ريت أنا يعني استيقظت مكان أقدر أقول if only I had where صير تصير بين I had been late for school يعني أقلب الجملة إلى where صير منفية فراح يصير جملة مثبتة راح اسويها منفية فتصير if only I hadn't where تصريف ثالث بين صار يا ريت انا ما كنت متأخر بالمدرسة اليوم تريد اكو طريقة ثانية انت تجاوب تقول if only I had يعني جواب الجواب كامل يا ريت انا استيقظت unfortunately طير if only he no لاحظوا hadn't للمثبتة full التصريف الثالث ماله fallen واكمل واكمل
بس انتبهوا لي على هاي الجملة لأن هاي موجودة بالضبط. مرات تجي يعني يعطيك هو، انت تطيب، انت تجيب السبب من يمك، انت تجيب السبب من يمك. يعني شوفوا ناس انطاني قال لنا انه انا جيت متاخر للمدرسه، فشنو كان الجواب؟ كان الجواب يا ريت انه كنت متاخر، او تطبق عليها الحاله الطبيعيه نفس الشيء، يعني ما بها اي خطا. الكتاب صفحه 70 وصفحه 71، صفحه 70 مهمه جدا ان هو على الاي وش، وعندنا صفحه 72 عندنا صفحه ايضا مهمات من الصفحات المهمه، بس اكثر شيء صفحه 70 هي المهمه. لاحظوا you were late for school. اذا اجي اطبق افرض انا ما ادحل هيش الطريقه، اذا ادحل بطريقه ثانيه شو اقول؟ اقول if only you sir i جمله مثبته hadn't صارت where احولها الى been late for school انتهت today. ومن انت هاي احنا اتفقنا انتهت جمله صحيح جوابك صحيح، بس هنا احنا جاوبنا جواب ثاني، مو جواب ثاني يعني جواب منطقي. واحد يقول لك انا انت جيت متاخر، شو تقول له؟ وسواء صارت لك مشاكل تقول له يا ريت انه انا استيقظت مبكر، يا ريت اكو واحد يقدر يقول if only I had taken a taxi، يا ريت انا اخذت تاكسي، صح كده؟ او تطبق القاعده شلون يعني نفسي. اتمنى الموفقيه لجميع طلابنا وان شاء الله نكمل الجزء الثاني الدرس الجاي.